أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم هي وصفة الهامبرغر، فاليوم جبت لكم الطريقة الصحيحة اللي غادي تقدروا تصايبوا بها الهامبرغر بالطريقة الصحيحة الناجحة، ونوريكم حتى لاباراي والبهارات اللي غادي تحتاجوا باش تصايبوا هذا النوع ديال الكفتة ديال الهامبرغر. للمزيد من المعلومات خليكم معي حتى الأخير. بالنسبه لهذه الوصفه ديال الهامبرغر غادي تحتاجوا هنايا كيلو ديال الكفته، هي كتبغي كميه يعني كثيره ديال الكفته. الكفته بالنسبه اللي خاصكم تختاروا هي اللي تكون فيها الشحمه اكثر، فهنايا غادي تحتاجوا واحد الكيلو. المهم بداو نتوما بكيلو. وبالنسبه لهاد البهارات اللي كتشوفوا هنايا هذه هي اللي غادي نستعمل، انا كنشريها من البرت هاين، فهي زوينه. هنايا هاد الساشيه هذه كتكفي نص كيلو ديال الكفته، ولكن انا درت غير هذه في كيلو ديال الكفته وزدت لها بهارات اخرين، يعني البهارات اللي كنكونوا معتادين عليها. نتوما لكم الاختيار تختاروا البهارات اللي بغيتوا. فهنايا حاولت نفتح هذوك البهارات وخويتهم في ديك الكفته وبديت كنعجنهم مزيان حتى انسجمت مزيان العناصر فيما بينها. هنايا كيف ما كتشوفوا هي الكفته صافي راه انسجمت ليا مع دوك البهارات. هنا كناخذ واحد السلوفان كيف ما كتشوفوا اولا البلاستيك الغذائي، كنحاول نفرشه كميه تكون مزيان، ولا قدرت ندير وحده ملاصقه مع وحده هكا باش تعطيني العرض. وهنا كنبدا كنشكل واحد الاسطوانه فوق هذاك البلاستيك الغذائي. كيف ما كتشوفوا انا كناخذ الكفته بالطريفات وكنحاول نضغط عليها، وهنايا غادي نحاول كما قلت لكم ندير واحد الاسطوانه، واخا تكون يعني ما تشكلت ليش مازال الاسطوانه غادي نشكلها من بعد فاش غادي نبدا فاش غادي نسد هذاك البلاستيك الغذائي وغادي نبدا نروليها. ها نتوما خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل. هنا كيف ما كتشوفوا انا كملت ديك الكميه ديال الكفته، فهنايا كنحاول نضغط عليها وكنحاول يعني كنخرج داك الكميه ديال الهواء اللي كتكون في الوسط. ها نتوما كيف ما كتشوفوا حاولت نصايبها مزيان، رجعت عليها واحد الجهه ديال البلاستيك الغذائي عاوتاني الجهه الثانيه هكا باش كنقدر نسدها عاوتاني من الجهتين بحال شي يعني بحال شي بونبون. كيف ما كتشوفوا انا كنلوي هذاك السلوفان باش نسدو مزيان. وهنا الا كانت عندكم شي كورده او لا يعني هي اللي تقدروا تسدوها مزيان باش تضمنوا بانها ما تحلش. هنايا دوبلت عاوتاني داك البلاستيك الغذائي كيف ما شفتوا درتو في البلاستيك الغذائي الثاني هكا باش نضمنوا ان البلاستيك الاول ما يترتقش او لا ما يتقطعش. كنحاولوا نزيروا الجوانب كيف ما شفتوا انا كنحزمهم بواحد الكورده رقيقه هكا باش كنضمن انني منين نكون كنروليها غادي ترولا ليا بدون انني نضمن ان ما تحلياش داك الساك البلاستيكي. هانتوما شفتوا الطريقه، ما حدكم كتروليو وانتوما كتضغطوا شفتوا باش كتخرجوا الكميه ديال الهواء. وحتى من الجناب كتقدروا تزيروا بحال كتدفعوا من الجهه من الجهتين من الخارج نحو الداخل كيف ما غادي تشوفوا دابا. راه ضروري من هاد المراحل البنات باش تصدق لكم واحد الهامبرغر اللي كتكون ناجحه 100%. فهنايا ملي غادي نسالي داك الرولاج يعني سالي يعني روليتها مزيان غادي نديرها نوضعها شفتوا الحجم ديالها كيفاش ولا، غادي نوضعها في الثلاجه المده اللي بغينا حتى كنت نعرفوا بان هذيك الكفته راه ولات لينا شويه قاصحه ماشي في المجمد وانما في الثلاجه. داك الكفته يعني بالخدمه كتولي شويه لينه، فملي كنديروا لها بحال هكا كنديروها في الثلاجه كتشد راسها وكتعطينا الطوع باش نقطعوها. هنايا كنزولها من داك البلاستيك الغذائي، ها هي راه فاتت المده اللي درناها في الثلاجه. انا هنايا راه درتها ليله كامله. فهنايا غادي نجيب واحد السكين ديال المنشار، واحد السكين ديال المنشار ردوا معايا بالكم هذا اللي كتشوفوا كنقطعوا به هنايا في هولندا كنقطعوا به الخبز.
غادي نحاول نفزقو، وفي كل لحظه بغيتو تقطعو يعني واحد القرص ضروري كتفزقوه باش ما كتلصق لكمش الكفته، وباش كيدوز الموس مزيان بواحد السلاسه. انتما كيف ما كتشوفوا القرص الاول كنحاولوا نضغطوا عليه، فمن بعد غادي نوريكم لاباري اللي غادي تقادو مزيان. راه واخا كيبان لكم صغير هذوك الجوانب كيكونوا ديما بحال هكا، ولكن غادي نقادوه مزيان. هنايا كندوز نقطع القرص الثاني، وانتما غاديين كتشوفوا معايا المراحل مرحله بمرحله. هنايا ملي كملت التقطاع ديال الكميه ديال الكفته كامله، كيف ما كتشوفوا استفتها في واحد الطبله، في واحد الطبسيل بليطو، هانتوما كيما كتشوفوا. وهذه هي لاباراي اللي باش كنضغطوا بها على ديك الهامبرغر، باش كتعطينا باش كتخرج كاع داك الهواء الزائد من الداخل، وباش كتعطينا دوك الخطوط ديال الهامبرغر. فهنايا كنوضع واحد القرص، هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها من قبل انا جربتها. فهنايا كتاخدو واحد القرص اللي كتكونوا صايبتوه مزيان من الجناب، وكتحاولوا تضغطوا بهذيك الغطاء ديالها، كتضغطوا مزيان الا قدرتوا تحطوها فوق البوطاجي وتضغطوا. فانا ضغطت عليها غير بين جوج يدين، يعني جات مزيانه هي هذيك. ولا خفتوا انها تلصق لكم كتحاولوا تدهنوها بشويه ديال الزيت هكا، باش كتضمنوا ان ما تلصق لكمش الكفته وتبقى تعذبكم انها تحيد من هذيك لاباراي. كتضغطوا انتما، ضغطت المره الثانيه باش كنضمن ان الهواء خرج من هذيك الكفته. فهنايا كنحاول نرصها كذلك في الطباسل حتى كنكمل الكميه كامله، وعاد كتبداو تقليوها. بالنسبه للمقله اللي غادي تحتاجوا هي هذه اللي كتكون بالخطوط، كتكون مربعه، كتكون مسطحه وكتكون فيها الخطوط. حتى هي الا ما كانتش عندكم هاد لاباري كديروا غير هاد المقله هذه، كدهنوها بشويه ديال الزبده. ها انتما كيف ما شفتوا هذه هي الطريقه الصحيحه. وكتشدوا هذيك الكفته اللي صايبنا ديال الهامبرغر وكتحطوها فوق هذيك المقله. هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديك لاباري يقدروا يديروا لها بحال هكا، يقادوا مزيان ديك الكفته ويجيبوا واحد لاسباتول بحال هذه اللي كتكون تاهي فيها الخطوط، يعني كتخرج داك الهواء، وتبقاو تضغطوا وانتما وهي كتقلى على نار متوسطه، وانتما كتضغطوا هكا باش كتوصل لنا العافيه للوسط، وباش كتعطينا دوك الخطوط ديال المقله. كتخليوها حتى كتحمر مزيان عاد باش كتقلبوها للجهه الثانيه. ضروري تاخذوا يعني تاخذ وقتها في الطياب، ما تجهدوش عليها البوطه باش ما تحرقش وما تطيب لكمش في الوسط. هذه هي الهامبرغر ديالنا، هي وجدات. ف كيف ما قلت لكم خذوا وقتكم في الطياب باش ما تزربوش عليها وتجي خضره في الوسط. انا ملي سالينا هذيك الكفته كندوز الخبز ديال الهامبرغر. كل خبز ديال الهامبرغر كنقطعو من الوسط يعني على نصفين، وكنحاول نقلب لهم داك الوسط ديالهم الدخلاني، كنقلبو في ديك المقلات. يعني خاص الا كان عندنا بزاف ديال الليدام كنخويوها في واحد البلاصه، كنقصو من ديك الليدام، وكنخليو غير شويه فين يتحمر لينا هذاك الخبز. فكنخليوها كتحمر في داك الليدام كتشرب لينا شويه. وهنايا بالنسبه للخضره انتما شفتوا الخيار انا قطعته شرائح بهذاك الموس اللي كنقشروا به البطاطا. هنا كذلك الطماطم حتى هي غتحتاجوها، قطعتها شرائح رقيقه كما كتشوفوا. الخس كذلك مغسول وقطرته وقطعته شويه، حيت له داك الجهه اللي كتكون قاصحه، خليت له غير الجهه الرطيبه. هنايا البصله ما بغيناهاش تجينا حاره، حيت هذه واحد البصله اللي كتكون حاره بزاف، حاولنا نقطعها قطعناها دواور وقليناها في شويه ديال الزيت البلديه. بالنسبه هنايا راحنا ديجا قلينا يعني الهامبرغر، شي وحدين درنا فوق منهم الفرماج وشي وحدين ما درناش فيهم، لان ادم ولدي ما تيبغيش الفرماج ديك الريحه ديالو. بالنسبه للفرماج الا ما بغيتوش تحطوه فوق من الكفته مباشره فاش تكون سخونه ماشي مشكل، تقدروا تخليوها تبرد وعاد ديروها.
فهنايا درنا داك يعني لا باز القاعده ديال الخبز كيف ما كتشوفوا، وعاد درنا الخس ودرنا البصله. هنايا لكم الاختيار شنو تسبقوا وشنو توخروا. ودرنا هنايا الكفته، بالنسبه هذه ديال ادم ما فيهاش الفرماج، درنا له طماطم ودرنا له الخيار. وطبعا لكم الاختيار كديروا الكيتشوب، كديروا المايونيز اللي بغيتوا، الصلصه اللي كتحبوا، وكديروا الغطاء ديالها ديال الخبزه. هنايا عاوتاني النموذج ثاني كنديروا الخس، وكنديروا كذلك البصل كيف ما كتشوفوا. فهنايا راه هنايا تيكون حلو داك البصل ملي كنقليوه في الزيت. ودرت واحد الكفته اللي كتكون فوق منها الفرماج. نتوما تقدروا ديروا داك الشيدر، داك الشرائح ديال الجبن. وهنا درت المايونيز كيف ما كتشوفوا، لان انا كيعجبني المايونيز. نتوما ديروا الكيتشوب اللي حبيتو والطماطم صافي. وكديروا الخيار كذلك، تقدروا تحيدوا الخيار الا ما بغيتوش. بالحق انايا بغيت ندير يعني بغيت نكثر الخضره، يعني درت 4 ديال الانواع هكا باش تكون يعني الوصفه غنيه بالفيتامينات. وعاد كندير يعني داك الخس عاوتاني الا بغيتو تزيدو، وتديروا الشريحه الاخرانيه اولا الغطاء ديال الخبز كيف ما كتشوفوا. هذا هو الهامبرغر اللي حصلنا عليه. بالنسبه ها انتم كيف ما كتشوفوا جا رائع جدا، وفي يعني في واحد المده يعني محدوده كتكونوا حصلتوا على الهامبرغر. بالنسبه للناس يعني اللي زربانين وما عندهمش الوقت، وبالاخص في رمضان، وحتى الدراري اللي كيعجبهم الهامبرغر ما تبقوش تشريو لهم يعني في داك الفاست فود يعني الوجبات السريعه، الاحسن كتصايبوا يعني وصفه صحيه ديالكم. بالنسبه للتخزين ديال الكفته وهي خضراء، غادي نوريكم في الاخر كيفاش غادي نخزنوها. ها انتما كيف كتشوفوا الهامبرغر، احنا وجدناهم العيد الميلاد ديال ادم، وواحد النهار كذلك كنا مزروبين وجدناهم دغيا دغيا كذلك. انتما هنايا وصلت للمرحله ديال التخزين في المجمد، هادو غادي ينفعوني في رمضان ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا راه لويتهم في داك البلاستيك الغذائي، داك السلوفان اللي كتعرفوا، اكتفيو غير بالسلوفان الا بغيتو، ماشي مشكل ديرو في ميكا اخرى. ودرتهم عاوتاني في ميكا اخرى كيف ما غادي تشوفوا بحال هكا صافي. وكتستفوهم الا عندكم عرفتوا ديك الشبكه ديال الفريكو هذيك باش ما يتخمش لكم، يعني ما يفقد ديك الفورما ديالو. اولا كديروه في واحد الطويصه بحال هكا، كتستفو كاع دوك الشرائح ديال الهامبرغر وكديروهم في المجمد. هذه هي الطريقه ديال التخزين، ملي كتبغيو تستعملوهم كتجبدوهم من المجمد تخليهم يذوبوا على خاطرهم ما تزربوش عليهم صافي. كذلك بالنسبه للخبز يعني حتى هو كتقدروا تجمدوه في المجمد. كنتمنى لكم شهيه طيبه والى اللقاء.